السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، السلام عليكم. يسر مدرسة الأندلس أن تقدم لكم الدروس المصورة للصف الرابع الابتدائي. نقرأ رؤية المدرسة يا شباب. رؤيتنا هي إعداد جيل منتمي لدينه ووطنه، متسلح بالعلم والقيم في بيئة آمنة ومحفزة. اليوم يا أبطال لدينا درس جديد من دروس اللغة العربية من فرع الكلمة والجملة، وهو بعنوان المفعول به. لدينا بعض الأهداف في الدرس يا أبطال، وهو استنتاج علامات إعراب المفعول به باستنتاج سليما، وتوظيف المفعول به في جملة توظيفا صحيحا، ثم نقوم بإعراب المفعول به إعرابا صحيحا. نلاحظ الصورة هنا يا أبطال، ويريد منا أن نعبر عنها بجملة فعلية. إذا قلنا جملة فعلية يا أبطال، فنتذكر الفعل الماضي والمضارع. هنا إذا قلنا ذاكر أو ذاكرت هؤلاء بنات، ذاكرت هذا فعل ماض، لكن لو قلنا الآن تذاكر الطالبات الدرس أو تقرأ الطالبات الدرس إلى غير ذلك، هذا فعل مضارع. تقرأ الفتيات والقرآن الكريم، حفظ الله هؤلاء الفتيات، فهن يقرأن كتاب الله عز وجل، جعل الله شفيعا لنا جميعا يوم القيامة. لدينا في الكتاب يا أبطال صفحة 64، لدينا هذه الفقرة، نقرأها سويا. اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عما يليها. يحمل أبناء قطر الاحترام والتقدير للسيدة آمنة الجيلة بنت محمود الجيلة، فقد أطلق الأمير الوالد الشيخ حمد والشيخ موزة اسم آمنة على إحدى المدارس، وطبعت الدولة سيرة حياتها في كتاب خاص بها، فباتت هذه السيدة فخرا للمرأة القطرية. نلاحظ يا أبطال بعض الكلمات الملونة باللون الأحمر. هذه الكلمات أسماء أم أفعال أم حروف يا أبطال؟ أحسنتم، هذه أسماء. هذه الأسماء يا أبطال وقعت في أي جملة؟ جملة نقول يا أبطال الجملة بدأ بجملة، نقول بداية الجملة اسم أو فعل. أحسنتم، هذه الجمل التي وقعت فيها الكلمات الملونة جمل فعلية. هذه الكلمات نعم هي اسم، لكنها وردت في جملة فعلية، وردت ليست في البداية. طيب في البداية إذا ورد في البداية نقول اسمية، لكن الذي ورد في البداية هو يحمل وأطلق طبعت، هذه كلها أفعال. هذه الكلمات يا أبطال قامت بالفعل أم وقع عليها الفعل؟ نقول يحمل أبناء قطر الاحترام، الذي يحملهم الأبناء، إذن من الذي وقع عليه الفعل؟ هو الاحترام. أيضا أطلق الأمير الوالد والشيخ موزة اسم، من الذي أطلق؟ الأمير الوالد الشيخ حمد والشيخ موزة حفظهم الله اسم. إذن هو الاسم هو الكلمة وقع عليها الفاعل، وكلمة سيرة أيضا. نلاحظ يا أبطال أن العلامة الإعرابية أي التي تضبط آخر الكلمة الاحترام اسم سيرة، إذن العلامة الإعرابية على آخر هذه الكلمات هي الفتحة. أحسنتم يا أبطال. نستنتج هنا مما سبق يا أبطال أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. هناك بعض الجمل لا يأتي مفعول به يا أبطال، لكن الشائع والغالب أن الفعل والفاعل ومفعول به هذه مكونات تأتي في الجملة كاملة، والمفعول به اسم يأتي بعد الفاعل، ليس شرطا يعني يا أبطال، لكنه يأتي بعد الفعل ويدل على من وقع عليه فعل الفاعل، مثل أن أقول شرب حمد الحليب، الحليب شرب حمد، من الذي شرب؟ حمد. ماذا شرب؟ من الذي وقع عليه فعل؟ الحليب. أحسنتم يا أبطال. يا أبطال هيا بنا نحدد أركان الجملة الفعلية. يحمل أبناء قطر الاحترام، أطلق الأمير الوالد اسم آمنة على إحدى المدارس، طبعت الدولة سيرة حياتها، حفظ آمنة القرآن الكريم، تكرم الدولة العلماء. هنا الفعل هنا في الجملة الأولى، أحسنتم، يحمل، من الذي يحمل؟ أبناء قطر. ماذا يحملون؟ الاحترام. الحركة الموجودة على الاحترام يا أبطال هي الفتحة.
أيضا يا أبطال، كل هذه الجمل مثل سابقتها. أطلق الأمير، الفعل أطلق، من الذي أطلق؟ هو الأمير. ماذا أطلق؟ أطلق اسم، أطلق اسم، والحركة على اسم هي الفتحة. طبعت، من الذي؟ الفعل طبعت، من الذي طبعت؟ الدولة. ماذا طبعت؟ طبعت سيرة، سنتم، والحركة هي الفتحة. أيضا حفظت، والفاعل هي آمنة، والذي حفظت هو القرآن، والحركة الموجودة عليه هي الفتحة. تكرم، من التي تكرم؟ الدولة. ماذا تكرم؟ تكرم العلماء، ومن الذي تكرم العلماء؟ والحركة الموجودة عليها هي الفتحة. إذا يا أبطال، هذه أركان الجملة الفعلية. الجملة الفعلية أبطال نستخلص بهذا الشكل، أنها تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو من الحدث، والفعل من قام بالفعل، والمفعول به هو اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. من علامات نصبه أبطال الفتحة، من علامات نصبه الفتحة. نفتح الكتاب يا أبطال صفحة 65 لهذا السؤال. نضع خطا تحت المفعول به في الجمل الآتية: أعدت الأم الطعام، يسأل عن المفعول به الذي وقع عليه الفعل. الفعل أعدت، من الذي أعدت؟ الأم. ماذا أعدت؟ الطعام، أحسنتم. شرب المريض الدواء، من الذي شرب؟ المريض. شرب الدواء، أحسنتم. تعلم الأبناء من والديهم الصدق، تعلم الأبناء، ماذا تعلم؟ الصدق، أحسنتم. قد تأخر المفعول به قليلا يا أبطال، لكنه هو الذي وقع عليه فعل التعلم. حركت الريح الأغصان، أحسنتم. أغصان مفعول به، والحركة الظاهرة عليه يا أبطال هي الفتحة. في السؤال الثاني يا أبطال، هنا يأتي يقول: املأ الفراغ في الجملة الآتية بمفعول به مناسب مع الضبط. مع الضبط يا أبطال، قد يأتي لك سؤال في الاختبارات ويقول لك، يأتي بالكلمة ويقول لك وظفها بحيث تقع مفعول به مع ضبطها، مع ضبط آخرها. هنا يقرأ الأب، يقرأ ماذا في المساء؟ يقرأ الجريدة، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن في المساء، والحركة هي الفتحة. قاد السائق، ماذا يقود السائق؟ أحسنتم، السيارة، وعليها فتحة. يذاكر التلميذ، ماذا يذاكر؟ يذاكر دروسه، دروس، فتحة. أبصرت، ماذا أبصرت؟ أنا، ماذا أبصرت؟ طائرا أو عصفورا أو العصفورة فوق الشجرة. توظيف يا أبطال بعض الكلمات: اجعل كل مما يأتي مفعولا به في جملة من إنشائك مراعيا الضبط السليم. إذن يا أبطال، هذا السؤال يطلب شيئين، يعني نركز في هذا الأمر جيدا. الأشجار، يعني من الممكن أن نقول قطع الرجل الأشجار، أو زرع الفلاح الأشجار، أو زرع الرجل الأشجار في الحديقة. أيضا الوطن، يحب الجندي الوطن، أو يحرس الجندي الوطن. الكتابة، أحسنتم، يقرأ الطالب الكتاب، أو يكتب الطالب الكتاب، أو يؤلف القارئ الكتاب، أو يقرأ خالد الكتاب، إلى غير ذلك. لكن يا أبطال، جينا يا أبطال إلى إعراب الكلمات التي تحتها خط، وهذا هو هدف يقص مهاراتك العليا. هنا يأتي لك بمثال في هذا، في صفحة الكتاب صفحة 65، يأتي لك بمثال محلول: اشترت البنت باقة من الورد. من الذي اشترت البنت؟ إذن هي الفاعل، والفاعل قلنا مرفوع بالضم، مرفوع وعلامة رفعه الضم. من الذي اشترته؟ ما الذي وقع عليه الفعل؟ الوقع عليه الفعل هي باقة الورد، هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. إذن يا أبطال، لو قمنا في على هذا السؤال وهو الإعراب، يقرأ سؤال ألف: يجمع النحل الرحيق. من الذي يجمع؟ النحل. إذن هو النحل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وما الذي يجمع؟ هو الذي وقع عليه الفعل هو الرحيق، إذن الرحيق مفعول به
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. رقم باء، كرمت من الذي تكرم المدرسة؟ ماذا كرمت أو من الذي كرمته؟ الطالبة. إذا الطالبة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا هذا يا أبطال هو كيفية إعراب المفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هنا الفتحة الظاهرة. بارك الله فيك. نرجو منكم حل الواجب الإلكتروني. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.